طبعا كما قلنا، البحث العملة تكلمنا عن العملة اسمها ورمزها وعقد العقد كونترا. بحثنا بالعقد عن طريق توكن سنايفر، وفريق العملة مهم جدا، يجب أن تنظر في فريق العملة. الوايت بيبر أيضا تنظر في التوكنوميك والراوند ماب والسوليشن. التوكنوميك يعني هو توزيع العملة، راوند ماب خريطة الطريق، والسوليشن هو الحل الذي جاءت العملة كي يعني تأتي كي تحله في مجال العملات الرقمية. أخبار العملة عن طريق تويتر العملة، كوين ماركت كاب، وهذه المواقع أيضا مفيدة لتأخذ بنا أخبار العملة. هناك شيء أيضا جيد وهو نوع العملة، هل هي تصنف من بلوكشين، ويب 3، ميتافيرس، NFT، ديفاي، ميم. الميم هذه يعني عملات بدون مشاريع، كيف مثلا عملات القطط والكلاب. بلوكشين يعني جاءت لكي تحل مشكلة مشاكل البلوكشين، مثل عملة الماتيك، مثل عملة يعني جاءت تحل مشكلة الإثريوم وعملات كثيرة. ويب 3، عملات ويب 3 مثل الدوت، هذه أيضا عملات أيضا عندهم مشاريع خاص بهم. ميتافيرس، عملات ميتافيرس كثيرة. ميتافيرس هو عالم افتراضي أيضا، يشبه يعني عالم الواقع لكن هو افتراضي، فيه طبعا ألعاب، فيه مثلا أراضي، وفيه يعني أشياء يعني تشبه الواقع لكنه هو في عالم افتراضي. حتى في NFT أيضا، العملة ممكن تكون مشروع NFT وهو صور غير قابلة للاستبدال، أو ديفاي، يعني فهم يعني كثير من الأشياء اللي ممكن تكون في العملة. هذا أيضا مهم أن نعرف تصنيف العملة. طبعا الوايت بيبر نشوف فيه توكونوميز توزيع العملة، والراند موب اللي هو خارطة الطريق، ونشوف هي طريقة طرح العملة، هاي أيضا مهم، ليستينج، الطريقة اللي تطرح بها العملة. يعني العملة لا يمكن أن توزعها هكذا، يعني لازم فريق العملة مثلا يعطي مثلا الناس التي شاركت في الاكتتاب، يعطيها مثلا 10% حالا، بعد ذلك يوزع عليها شهريا أو سنويا حسب فريق العملة. نأتي مثلا إلى مثلا هذه العملة نجرب بها، مثلا إلى موقع ISO Drop، وسنذهب مثلا إلى أي عملة، مثلا نبدأ بسويت كوين التي ستطرح بعد يومين. نضغط على سيت كوين، أول شيء سيقولون لنا أن سيت كوين الآن يتم الآن هذا بيعها على داو ميكر. مشان التفاصيل هون مكتوب سيتم تي جي اي تو توكن جنرال ايفن، يعني سيتم حدث سيحدث يوم 12 سبتمبر. هاي سيتي كوين مثلا عندما تشاهد هون توكن سيل اند ان 22 ساعة، هذا هو المبلغ 13 مليون اوف 15 مليون مطلوب 87%. هذا الوايب، الوايت بيبر، وهذا هو الموقع. يعني الوايت بيبر ممكن نضغط هنا ونشاهد الوايت بيبر، نقول ندخل الموقع ونشاهد فيه الوايت بيبر. مثلا هذا الموقع، ننزل مثلا نبحث عن معلومات الموقع، مثلا نذهب لنبحث عن وايت بيبر، مثلا ننظر الى هنا، هذا راند موب. راند موب يعني هو خارطة الطريق. نحن الان نو هون فاز الاول، توكن جنريت ايفن معناه سيتم توزيع التوكن. هون سويت ولت سيتم انتاج محفظة خاصة بالعملة. هون ستيكينج سيتم فتح ستيكينج العملة. هون ريورد اوف فور ستيكينج معناه مكافأة للستيكينج. هون فاز اثنين فيه سويت NFT سيتم اطلاق NFT خاصة بالعملة، وهكذا. هذا هو خارطة الطريق، يعني خارطة الطريق يعني العملة سيعني يتم طرحها حسب هذه الخارطة التي أمامنا. فونداتير يعني هذا هما فريق العملة. فريق العملة أيضا إذا حبينا يعني نديرو العربية نجم نشاهد مثلا فريق العملة أيضا مهم. ننزل مثلا فريق العملة، هذا فريق العملة فيها ثلاثة، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا فيه ومطور ومتمرس، شارك في تأسيس عدد من شركات التكنولوجيا في موسكو والتي تغطي المحتوى عبر الإنترنت. يعني تقرأ عنهم. أنطون هو رئيس تنفيذي ومؤسس في مشارك لشركة في اس سابق، كان الشركة مؤسسة لشركة ترتكز على مستقبل العمل. يعني تدرس عنهم تشوف، وحتى ممكن تأخذ واحد وتبحث عنه في جوجل باش تأخذ عليه معلومات أكثر.
يعني لكن دائما تجد معلومات موجودين في الوايت بيبر. يعني شفنا فريق العملاء، وشفنا خارطة الطريق، مازال خارطة الطريق هي توكونوميس، مازال حنشوف مازال شيء. هذا هون انطلاقة، يعني دائما انطلاق العملة يوم اثنين. طبعا سنذهب إلى رمز، يمكن نشاهد الرمز، توزيع الرمز، شراء، طبعا كيفية الأرباح، مشاركة المستخدم. سنذهب إلى هذه المكافآت، لأن يعني احنا نبحث عن توزيع، نبحث عن ليستينج. راعي ليستينج يعني تم إلغاء القفل، معناها هنا سيتم إلغاء القفل على 10% فقط. يعني ليستينج تي جي اي توكن جنريشن ايفن، معناها سيتم فقط إعطاء 10% من نسبة المشاركة بالكتاب، سيتم منح 10% فقط من العملة، و90 الباقية سيتم توزيعها بتخط من 24 شهر، يعني بعد سنتين سيتم توزيعها مدة سنتين. عندما ننتظرنا نحولها إلى اللغة الإنجليزية، من أجل نشاهد بالإنجليزية، لأن دائما أكون بالإنجليزية. ماذا نشاهد؟ كما نقول، ننظر هنا، هذه خارطة الطريق، هذه تي جي اي. هنا يقول لك بأن في البداية سيكون 1000 خطوة تعطيك 1 سويت، لكن 2023 مثلا يقول لك من 1000 ستعطيك 0.33، وهكذا. يعني كلما تقدم حتى سنة 2032 سيكون 1 يعطيك 0.33 سويتش. هذا يعني توزيع تابع خارطة الطريق. هنا ديسكريبشن للتوزيع، يعني يقول لك سويت هون لوكي سيتم قفل 25% منها، لبيبليك سيل 1.3%، برايفت روند 3%. يعني هذا يعني يقول لك توزيع العملة للتيم، تيم مهم عنده 10%، وهي نسبة أعتقد بأنها كبيرة شوي، لكن حسب العملة إذا كانت قوية. هذه اللوك معناها هنا يعطيك طريقة توزيع اللوك، يعني فتح عن العملة حسب الزمن. هنا سينطلق من 0 منتهى 10 جوسكا. هنا عندك كوناميز، إذا راندوم اب شفناه. يعني هذا هو أهم الأشياء. هنا مكتوب لك باي إذا كنت تريد تشتريها عن طريق داو ميكر. داو ميكر طبعا منصة لا مركزية، عندها يعني هي شرطة من أجل تكتب فيها. طبعا لازم تكون في ميتا ماسك وتسجل بالمنصة. وأعتقد إذا هذا تقريبا هو كل شيء بالنسبة للعملة. بعد أن عرفنا أن لازم تشوف توزيع العملة وراندوم اب ليستينج، يعني هذه العملة قبل الإدراج. طبعا بعد الإدراج العملة تحتاج أنك تشوف الماركت كاب، وتشوف الفوليوم 24 ريال، تشوف سيركلي سبلاي، تشوف توتال سبلاي، تشوف ماكس سبلاي، تشوف الماركت والهولدير. هذا أيضا مهم، مثلا حامل العملة هذا أيضا مهم في العملة من أجل متابعتها. طبعا نأتي مثلا إلى كوين ماركت كاب. كوين ماركت كاب مثلا مثلا الكوين ماركت كاب، نأتي مثلا الكوين ماركت كاب، نأتي مثلا إلى عملة مثلا أي عملة مثلا SNFTS مثلا. SNFTS مثلا هذه العملة عملة جديدة تابعة لمنصة سيديفاي. عندما نشاهد هنا المعلومات ماذا نشاهد؟ نشاهد فوليم. فوليم كم؟ أعتقد أنه جيد، خلال 24 ساعة 800، هنا 841 ألف، 841 ألف هذا جيد.
طبعا هنا الماكس سبلاي جيد لأنه 20 بليون، لكن جاي 20 يعني 20 مليار، لكنه يبقى جيد لأنه العملة عندها ماكس سبلاي، على الأقل عندها ماكس سبلاي. العملة عندما يكون عندها ماكس سبلاي تكون أحسن من العملة اللي ما عندهاش ماكس سبلاي. عندكم هون ماركت كاب غير محدد طبعا لأن العملة مازالت قيد التطوير. عندما نريد أن نشير الهولدير نضغط على 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 عقد العملة مباشرة لكي ننظر الحامل العملة. ننظر هنا حامل العملة حتى الآن كم؟ 5070، هذا مبلغ يعني نقول عدد جيد. 5000 توتال سبلاي الآن 20 مليار. طبعا الهولدير أيضا مهمين، نشاهد الهولدير دائما العملة جيد في نشاهد الهولدير. أو طبعا تحويلات في العملة ترانزاكشن، نضغط على الهولدير حامل العملة نشوف تراست سواب مثلا عنده هذا هون واحد عنده 94% كانتيتي حامل كثير منها. التوب ميل هولدر يعني فروم توتال اوف خمس، معناها الألف الأولى من الحاملين بخمسة آلاف فيهم واحد عنده 94% يعني اللي هي 18 مليون من هذه العملة، وهذا شغال جيد. يعني عندما يكون هناك هذا حوت أعتقد من الحيتان دائما يأخذون مبالغ كثيرة. يعني مهم أن ننظر الهولدير نشوفه هل هنالك بعضهم يحمل كميات كبيرة. هذا الشخص تخاف منه دائما، يخاف منه دائما فريق العملة لأنه دائما مشكلة الحيتان، دائما كل عملة في حيتان دائما يأخذ منها مبالغ كثيرة، ويكون فريق العملة عنده مشكلة في الطريقة يتخلص بها من هذا الحوت لأنه دائما يكون يأثر على سعر العملة. لكن واحد فقط عنده 94%، شيء لا بأس به. نعود إلى كوين ماركت كاب، ماذا ننظر أيضا؟ ما قلنا ماركت كاب لم يحدد بعد، العمر الآن بصعود تابعا منصة سيلفاي. ننظر أيضا إلى شارت، ننظر إلى سعر أين وصلت. هنا خلال 24 ساعة من 0.012 إلى 0.018 صعود جيد. مثلا نأتي إلى عملة أخرى مثلا كي نشاهد الفرق بين مثلا عملة هذه عملة جديدة. ننظر مثلا عملة قديمة مثلا تيرا، هذه عملة تيرا الآن 6 فاصل. طبعا عملة ماركت كاب أعتقد كبيرة جدا 213 مليون. عندك هون الماكس بلا غير محدد، وهذه مشكلة كبيرة جدا. الماكس بلا غير محدد يعني عملة ممكن تاج منها أي شيء. طبعا العملات التي ماركت كاب غير محدد يعني تبقى غير جيدة. توتال سبلاي طبعا واحد مليار عندما نضيف فيها تذبذب. إذن هذا كل شيء، يعني أهم شيء تكلمنا عنه في العملة هو هذا الماركت كاب يجب أن يكون صغيرا، الفوليوم يجب أن يكون معتبرا مثلا بين مثلا 10 مليون إلى 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 مثلا 10 مليون مثلا إلى 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 مثلا 700 مليون 100 مليون، هذا جيد حسب العملة وحسب سعرها. سيركل سبلاي معناها يجب أن يكون سيركل سبلاي أيضا جيد لأنه إذا كان يعني يمثل تقريبا أكثر من 80% هذا جيد لأنه عملة تم طرحها بشكل يعني تقريبا كلي. الماكس سبلاي يجب أن يكون محدد. الماركت هذه أيضا مهمة لأن ماركت ننظر بها إلى المكان التي معني المنصات التي تم طرح بها هذه العملة. مثلا نعود إلى SNFTS،
SNF هذا مدري للماركت، ننظر هنا تحت ماركت، ننظر هل الآن تم طرحها بالبنك الصب فقط، لكن يمكن شراؤها طبعا عن طريق BUSDT، عن طريق البي ان بي، عن طريق سي دي فاي، عملة سي دي فاي، عن طريق الكيك، عملة الكيك. مثلا أي عملة أخرى مثلا ذهبنا إليها أيضا، أي عملة تريد تشاهد أنت أين يمكن تشتريها، مثلا تيرا اللي كانت عندنا الآن، مثلا تيرا اللي كانت عندنا الآن، أي عملة مثلا هاي تيرا كلاسيك مثلا، أي عملة مثلا دخلتها تنزل إلى ماركت كي تشاهد، هاي مثلا موجودة في كل المنصات بايناس، كي كوين، جيت. إذا شكرا لكم، هذا تقريبا إذا شكرا لكم، هذا تقريبا هو درس الليلة، حاولنا من خلاله تسليط الضوء على العملة، البحث في مشروعها، البحث في الوايت بيبر، والبحث في العقد، وطبعا العملة نحتاج أيضا البحث في تويتر العملة، نشاهد كم العملة عند تويتر، كم متابعين في تويتر، هذا شيء مهم. أيضا ننظر في التليجرام، متابعين التليجرام، وهذا شيء جيد أيضا ومهم أن ننظر إليه في العملة. طبعا شكرا لكم على المتابعة، ونرجو منكم وضع إعجاب وتعليق ومشاركة للقناة، وإن شاء الله يصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.